لكن وجودكم معانا منوره. انتوا بقالكم كام سنه بالشكل ده؟ احنا كده داخلين في حوالي 9 سنين او 10 سنين. بس ده في اولاد اصغر في سنهم ما هو في عناصر بتنضم على الفرقه كل شويه، وبرضه انا جايب يعني اقل عدد، انا في اكتر العدد من كده. يا عم ما تحسدش ان شاء الله، حاجه تفرح. بتختارهم ازاي وائل؟ طيب احنا الاول في الاكاديميه بنعمل حاجه، مثلا بالنسبه للاصوات بنعمل حاجه اسمها تيست صوت. ممكن هو يكون بيغني وبيسمع مثلا الناس بتغني، بس هو ما عندوش خلفيه يعني ايه مقامات شرقيه، اسمع التون اجيبه مظبوط، فلازم بنعمل حاجه اسمها تيست صوت. نفس الكلام برده في الايقاعات، لان هي الفرقه اسمها سمعنا طبلتك وغنوتك. فاحنا برده لازم الطبل برده بنعمل تيست، لان هي الايقاع هو التيمبو، فبيعتمد على الودن ان انا اسمع تيمبو مظبوط. فكل حاجه عندنا في الاكاديميه لازم بنعمل تيست عشان نعرف نطلع المستوى الحلو. هايل جدا. أنا عندي سؤال، المقروضة اللي هناك أول واحدة في الثلاثة الزغنططين، في ولد بنت والثالثة، الثالثة اللي هناك دي اسمها إيه؟ ولد بنت لبسة أحمر، مش شايف أوريها أوي. هتلاقي في ولد زغنطوط لبس الجلابية حاجة عظمة، راجل صعيدي. أيوة أنت. وبعدين في بنوتة لابسة فوشيا جنبه، وبعدين بنت لابسة أحمر ومنديل أصفر. أيوة أنت عماله تبص. ايوه بالظبط كده، بصت لي وضحكت. هي عارفه نفسها، عارفه كارما. كارما مذهله. كارما عامله جو كارما مذهله. والقمر اللي واقف ده اسمه ايه يا ترى؟ دي بقى فيروز. فيروز انت اسمك فيروز؟ وبتعرفي تغني الفيروز ولا لا؟ بعرف. ماشي انا موافق. عندك كام سنه؟ خدي امسكي المايك. 10 سنين. 10 سنين؟ عقبال ما يبقوا 100 سنه يا فيروز.